بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد. يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى الشباب الطيب المبارك، إلى الشباب الذي نريده أن ينهض بأمته وأن يبني بلاده إن شاء الله تعالى، سنتحدث عن صورة مشرقة كذلك من شباب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الأيام جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المسجد يعلمهم ويربيهم ويزكيهم، وانطلق شاب صغير ملئ حكمة وإيمانا اسمه عمير بن سعد. ما اسمه؟ عمير بن سعد. ودخل على عمه وهو شيخ كبير في السن، في الستين من عمره، ولكن النفاق في قلبه كالجبال والعياذ بالله. يصلي مع الناس المسجد ويصوم ويعتمر، ولكنه مكذب بالرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمير بن سعد: يا عمه، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الساعة حتى كأني أراها رأي العين. فقال عمه وهو الجلاس بن سويد وهو من المنافقين، وهو عمه: يا عمير، والله إن كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير. فانتقع وجهه عمير بن سعد واهتز جسمه وانتفض كيانه، وقال: يا عم، والله إنك كنت من أحب الناس إلي. انظر هذا الشاب الصغير يقول: والله إن كنت من أحب الناس إلى قلبي، والله لقد أصبحت الآن أبغضهم إلى قلبي جميعا. يا عم، أنا بين اثنتين، إما أن أخون الله ورسوله فلا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما قلت، وإما أن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وليكن ما يكون. ولكن ما معنى كلمة الجلاس هذه؟ معناها الكفر بلا إله إلا الله وعدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتراض عليه. قال الجلاس بن سويد: أنت طفل غر لا يصدقك الناس، فقل ما شئت. فذهب عمير ولجلس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الجلاس بن سويد خان الله ورسوله وهو عمي، وقد تبرأت إلى الله ثم إليك منه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وماذا قال؟ قال عمير: قال: لو كان محمد صادقا صلى الله عليه وسلم لنحن شر من الحمير. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة واستشارهم في هذا الأمر، فقالوا: يا رسول الله، هذا طفل صغير لا تصدقه، فهو لا يعي ما يقول، والجلاس بن سويد يصلي معنا وهو شيخ كبير وعاقل. فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يصدق هذا الغلام، وسالت دموع هذا الغلام وانتفض جسمه والتفت إلى السماء حيث القدرة، حيث علم الغيب، توجه إلى الذي يعلم السر وأخفى، ثم قال: اللهم إن كنت صادقا فصدقني، وإن كنت كاذبا يا ربك فكذبني. فوالله ما غادر مجلسه ولا قام من المسجد إلا وجبريل يتنزل وينزل بتصديقه من فوق سبع سماوات، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. واستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم الجلاس فسأله عن الكلمة فحلف بالله ما قالها، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما أنت يا جلاس فقد كفرت بالله، فاستأنف توبتك، فإن الله تعالى يقول: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وسدع الرسول صلى الله عليه وسلم عمير بن سعد وقال له: مرحبا مرحبا بالذي صدقه ربه من فوق سبع سماوات. الله أكبر، هذا الشاب صغير نزل فيه وحي يتلى إلى يوم القيامة في سورة التوبة، وهو غلام صغير صدقه الله سبحانه وتعالى بكلام يتلى إلى يوم القيامة. فيا شباب الأمة، يا شباب الإسلام، يجب أن نتخذ هؤلاء هم الأسوة لنا، هم القدوة لنا. وقبل ذلك أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. و
وإلى الملتقى بإذن الله عز وجل، وفي صورة مشرقة من صور شباب النبي وشباب الصحابة رضي الله عنهم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.